بعد عملية تصحيح الإبصار، إيه اللي أنا المفروض أعمله؟ أولاً، أول ما بتخرج من غرفة العمليات هيبقى في شوية زغللة بسيطة. الزغللة دي مش هتعوقك إن شاء الله عن أداء أي حاجة، هتنصرف مباشرة بعد العملية، بعد زمن العملية المقدر بعشر دقايق. هتروح البيت، هتلبس نظارتك الشمسية وانت مروح، مفيش أي قيود على الحركة. هل يا دكتور هقعد في البيت ما اتحركش؟ لا. هل يا دكتور هقعد في غرفة مظلمة؟ لا، في عمل عادي خالص. هل الموبايل والكمبيوتر والتلفزيون ممنوعين بعد العملية؟ الحقيقة لا، مفيش أي حاجة ممنوعة باستثناء حاجتين: ممنوع الدعك في العين أول يوم من أيام العملية، ممنوع دخول المية العين أول 4 أيام ل5 أيام من العملية. الدعك في العين لوجود شريحة أو فلاذ رؤية، أنا عايز الشريحة دي تلتئم بدون، إحنا مش بنخيطها ومش بنلزقها، بتلتئم لوحدها. الحاجة التانية المية، المية قد تكون غير معقمة وقد تكون بها بعض الميكروبات، ففي الفترة الأولى إحنا مش ندخل مية جوه العين. تقدر تخرج عادي، تقدر تسوق عربيتك من أول يوم لو أنت حاسس إن أنت كويس، تقدر تتفرج على التلفزيون وتستخدم الموبايل من أول دقيقة.